خلصنا بقى من المشاكل، لان بجد انا متحمسه جدا لموضوع المكتب الاستشاري. عايزه احمسك معايا شويه. انا مش محتاج حد يحمسني، صدقيني لو البلد وضعها استقر وانا فضلت هنا وما هدفتش، هتلاقي يجي وقت اقول لك شبيك لبيك، انا بشتغل عندك، قولي لي اعمل كذا انا هعمل على طول. الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده مش معقوله طبعا يا دكتور. لا والله معقوله. بص يا ستي، مش انت عارفه ان انا محاسب في شغلي؟ عارفه. وانت اكتر حد ريحتني لما كنت بتشتغلي معايا. انا مش بقول كده عشان انت بنت الدكتور محمود البيلي، ابدا، انا بقول ده عشان انت بني ادم حساسه جدا ومخلصه تماما في شغلك. مروة اطلعي جيبي لي شنطتي من فوق. لا انا مش مصدقه عينيا، انت فعلا قلبك رق وقاعد بتقرا في الورق بتاعي؟ هو يعني معقول مراتي حبيبتي تطلب رأيي في حاجة وما قولهاش؟ وبعدين برضو فكرت في الكلام اللي انت بتقولي عليه ده، يمكن نطلع منه بفايدة. طب ولقيت ايه؟ لسه بفكر، بس عموما الورق ده كله كلام فارغ. لو عايزانا نخش المشروع ده لازم تنقي حاجة عليها القيمة. انت انوي بس وانا هجيب لك احسن ورق معروض في السوق. طيب هنتكلم. ايه ما انت رايحة فين؟ مفيش، زهقانه قلت اطلع اتفرج شويه على المحلات وممكن اتغدى بره. طب بقول لك ايه، انا بفكر ان احنا نعمل عزومه عشاء، نعزم كام حد كده من اللي موجودين في المارينا. انا الفكره جات لي النهارده لما عدى عليا كريم البيلي. انا منبهره الصراحه بنشاطك، يعني قاعد متحمس وعمال بتقرا الورق بتاعي وتفكر انك تعمل عزومات، وكل ده حصل عشان الرئيس اتنحى؟ ما احنا لو نمنا وريحنا هيفرمونا، لازم ندور على سكة نثبت بيها نفسنا. المهم يلا اتفضلي انتي روحي اعملي الشوبينج بتاعك، بس فكري في ميعاد عشان نعزم فيهم الناس. حاضر، باي حبيبي. باي باي. دي اصول يا جوجو، تريل عليها كده من مره واحده. طب افرض دلوقتي جت كسرت باب الفيلا ودخلت وانا ورجب ما كناش موجودين، ايه هتروح مرحب بيها ومتنطط حواليها؟ نعم امنت لها، امنت لها بأمارت ايه بقى؟ ان شاء الله احنا لسه حال اللي عارفينها اول امبارح. لا 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 يا جوجو، لا أنا كنت فاكرك أجدع من كده. إيه يعني؟ منها نجمة سيما؟ ده برضو يخليك تقع فيها كده من الباب للطاق؟ ده أنت كنت هتاكل الراجل النهاردة الصبح. على فكرة أنا بقالي كتير هنا ومحدش رحب بيا غير جوجو. يا اهلا يا اهلا، ايه الجمال ده، سعادتك اتفضل. لا انا مش هتفضل، انت اللي هتتفضل معايا. اتفضل معاكي على فين حضرتك؟ هنروح نتغدى في حته بره. عربيتي مع رجا. انا معايا عربيتي. ايه وانت هتفكر كمان؟ ايه ده؟ امال فين مروه؟ وهي يعني لازم مروه؟
الهم ما تنفعش؟ لا تنفع طبعا. يا لهوي انت هتقفل عليها الباب يا راجل انت؟ ايه يا بنت؟ مالك مش على بعضك ليه؟ يا حسني يا راجل انت افرض مره فتحت عليها الباب دلوقتي ودخلت. ده يبقى ده عز الطلب. لا يا اخويا ما ينفعنيش كده. صح ما ينفعكش كده. حصليني على الاوضه يا بنت. تالي الرجيم ده يعني خسسك بتاع 2 كيلو الا ربع. اهلا وسهلا يا استاذ رامي. اتفضلي يا فندم اتفضلي. اهلا وسهلا. بالنسبه للخروف اللي مع الاستاذ رامي بس بقى عارفك. اهلا ميرسي شكرا. ميرسي. لا ده كيلو ونص. بطل. ايه رايك في المطعم؟ تحفه الصراحه حلوه قوي. يا احسن مطعم هنا. صاحبته فرنساويه. مدام رانيا اهلا وسهلا. اهلا بيكي. انا مبسوط قوي انك هنا. ميرسي متشكره قوي. انا حبيت فيلمك اللي هو في الشلالات قوي. الحب بعد خطوتين. شكرا متشكره. ميرسي. طيب حاجه تختاري لنا بقى. بواسون. اوكي بالنسبه اوكي تمام. أوكي. على فكره مدام احنا كنا بنتقابل زمان كتير في نادي الجزيره في الفروسيه. يا سا دوبوي 20 20 سنه زمان قوي. بيتهيالي كان بيجي معاك واحدة بلوند. برافو يا مدام، ذاكرة حضرتك رائعة. على فكرة هما هيعملوا الفترة دي مهرجان للخيول العربية في الغردقة. هنا؟ اه. أنا بحب الخيل قوي، سيبوكي لما يجي ممكن تقول لي؟ اه أكيد طبعًا من عينيا. ميرسي بوكو. عن إذنكم، أسيبكم. اتفضلي. ها. قولي بقى. انت متجوز ولا لا؟ ولا اقولك انت هتقعد تلف وتدور وتتوهني؟ خلاص انا مش عايز اعرف. لا خالص مش مستاهله لف ولا دوران. اتجوزت 5 سنين وبعد كده ما حصلش نصيب. طب وعندك عيال؟ لا. ماشي واضح انك مش عايز تتكلم في الموضوع ده. براحتك. احكيلي بقى على موضوع الخيول. الخيول العربية؟ اه العربية. يا بنتي بقولك أنا خبير استشاري. اها. خبير جدا في الخيول.